اهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناه زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. حبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الاسبوعي بثلاث الاولاد قريب الصاد، واللي ما عرفوش كاين في المملكه المغربيه الخيرات نوريوها للجاليه المغربيه والناس وللمدن الكبرى في المملكه المغربيه. وكل مشاهد قناه زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، عيالات رجال بنات اولاد اهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم واحد في شهر 11 2022، الخيرات نوريوا لجميع المشاهدين قناه زيتون مرجان في المكان، اهلا بكم. ما تنسوش تشاركوا معنا في قناة زيتون مرجان في التيك توك والفيسبوك واليوتيوب، مكتوب عليها زيتون مرجان، أهلا بكم جميعا. مازال غادي نعرفوا الأثمنة، هذا الرجل اللي يجيو عندو الكزارة والبقعة والشرية والحريفية وكل واحد، هاد الخيرات تنوريوها لجميع الحباب تونا في المكان، أهلا بكم. كي داير سي بخير؟ الله يحفظك. كما تشوفوا تنوريو الحباب تونا هاد الخيرات، هاد الخيرات تاعت الهبيل كبداو، هاد الخيرات تبارك الله تنوريوها الحباب تونا داخل الوطن او خارج. هاد الخيرات تاعت الهبيل والكبدة، هاد الغطاس هنا في الثلاث الأولاد كما قلنا، يجيو عند تركي الزهراء والبقعة والشراية والحريفية، شي حاجة اللي رفيعة وممتازة تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان داخل الوطن أو خارجه. مازال اخويا مازال باقي معكم. راه صورتوا عند خدارة هز الضارب على صنادق، قال لك تيخونهم واحد يديهم تيخون الخاوي. وبشحال بعتي هاد الخيرات تاعت الكبده والقلب وهاد الشيء؟ زيوده شويه اليوم. ها الكلام زياده زياد المازوت زاد 16 ريال اليوم. المازوت زاد 32، كل شيء زين، كل شيء زين. وبشحال الكبده بعتيها؟ 2500 ماشي مشكل. وين باقي الثمن تاعه؟ هو هو ب 19 باش تبعت اليوم. ها؟ ياك اللي بغى يشوي واللي بغى هادي قال لي 2500 باش ولات عنده الكبده الغطاس، واللي بغى يشوي عندك شحال حتى هو؟ 2500 الفوجه. بطيابو ب 25 درهم. كيما 10 درهم. اييه. درهم. احنا مع الشباب والجواد هنا. واللي بغى. اللي بغى. القديم القديم القديم. جوج دراهم من الواحد القديم. كما تشوفوا الخيرات تنوروها لجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان والحباب تونا داخل الوطن أو خارجه. أهلا بكم. أهلا وسهلا. مرحبا بجميع الحباب تونا. باغينكم تاخذوا ديالكم. اياك. هاد الخيرات تنوريوها للجاليه المغربيه والناس وللمدن الكبرى بالمملكه المغربيه. كل مشاهد قناه زيتون مرجان الحباب تونا اللي مولفين الاسواق الاسبوعيه بالمملكه المغربيه، ومن يشاهد قناه زيتون مرجان او يكتب لنا الكوميتيرات او التعاليق في المكان، وتنحيوهم تحيه كبيره مالياش الحد في القرى في الباديه في المدن الصغرى ولا الكبرى بالمملكه المغربيه، من طنجه لكويره تحياتي لكم كبيره. وتنحيو سي عمر من الامارات العربيه اللي قال لك الغطاس الخيرات تبارك الله تاع الشيء
وعيط لنا شكرا له وتنحييه ونحيي الحباب تاعنا كبير وصغير في المكان. اهلا بكم. صبر من مات التصوير شتك زربان لا تقولوا يا الدريا ياك ياك تم سحر دوان ترى يسوي الفكر راس ابو خويستو كل جا درام شد من عدد 720 كل جا رغطان كل هبيل كل كبدة كل كبدة كل هبيل كل كبدة كل هبيل هبيل حي كان عزلهم شو تاع الناس حق كان حيدهم منه متاع جلا وطول عروب ياك تدخلي وغير الهبيل وحدهم الهبيل كثير عمور طول هبيل مزردة تبارك الله راه تيعرفوا الحريف كاع هاد الهبيل تو القلب وتو الناري تو العنق وكاين حتى تو الكبده كاينين ودي بالخس اللي احسن هما تو الناري وتو القلب تو العنق الكرسي تو الكرسي وتو القلب هما الملاح بحال هذيك سي احمد بحال هذيك بحال هذوك تبارك الله كما تشوفوا الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تاعنا في المكان هاد الخطاط معروف هنايا بهاد الخيرات تبارك الله تنوريوها لجميع الحباب تاعنا السلام عليكم السلام ورحمة الله الله يحفظك يا سيدي البركة أنا مزوج ياك الله يخليك كي تشوفوا معنا الخيرات تنوروها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تاعنا داخل الوطن أو خارج وانا راح يخلي الخيرات على القطاس كما قلنا تيجيو عندو الحريفية لا في البقع وشري ولا الكزارة عارفين عندو شي حاجة زوينة كونوا بينا ولا كونوا بينا خلصت الربع سبع سي مع القنديه ديال الكبده ديال محمد انا قدام كاع كونوا بينا ولا كونوا بينا ولا كونوا بينا نحيو الحباب تاعنا زيد زيد جميع المشاهدين قناة زيتون مرجان داخل الوطن وخارج الوطن مرحبا سي رضوان واخواننا في الجزائر وفي تونس وفي ليبيا راه كيتبعوك تما عندنا تنحيي العالم بيسري من شاهد قناة زيتون المرجان حيدر وسيا
روسيا بغينا يتصالحوا، بغينا يتصالحوا باش الخير يوجد، ما يكون لا غالب لا مغلوب. حنا بغينا يتصالحوا يديروا لا غالب لا مغلوب.